بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو ديال اليوم هو فيديو توضيحي، غادي نوضح لكم فيه كيف سيتم إقرار نجاح التلاميذ والتلميذات، ماذا عن عتبة النجاح، واش غادي ننجحوا على 10 بالنسبة للإعدادي والثانوي، واش غادي ننجحوا على 5 بالنسبة للابتدائي أو أقل. إذا هذا الفيديو حصري على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا البلاغ اللي خرج البارح هو هذا. إذا ما يخص إقرار النجاح من عدمه موجود في هذه الفقرة، أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية للأسلاك الثلاث ابتدائي إعدادي ثانوي فلن يخضع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المستويات لامتحانات آخر السنة، يعني ما غاديش يدوزوا الامتحانات، يعني الفورم، بما في ذلك الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي اللي قلنا البارح، يعني هادو ما تلغوا. وسيتم إقرار النجاح والمرور إلى المستوى الموالي استنادا على نقاط المراقبة المستمرة والامتحانات المنجزة حضوريا إلى حدود تاريخ تحليق الدراسة. ممكن أشرح لكم هذا الشيء بالتفصيل، تبعوا معايا. إذا مقتطف من البلاغ، عندي ثلاثة ديال لي تيري، تبعوا معايا باش تفهموا مزيان. أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية للأسلاك الثلاث ابتدائي وإعدادي وثانوي فلن يخضع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المستويات لامتحانات آخر السنة، ما غادي يدوزوش الامتحان. فهم بما في ذلك الامتحان الخاص بالمستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة الثالثة إعدادي، هذوما تلغوا قلناها البارح. وسيتم إقرار النجاح والمرور إلى المستوى الموالي استناداً على نقاط الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة المنجزة حضورياً إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أي 14 مارس 2020. إذن قلنا إقرار النجاح من عدمه غادي يعتمد على نقاط الامتحانات، يعني الامتحانات المحلية وفروض المراقبة المستمرة. انتبهوا معايا، السيناريوهات المحتملة، يعني السيناريوهات المحتملة في تدبير هذا النجاح من عدمه. بالنسبة للمستويات غير الإشهادية، يعني بحال مثلا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ديال الابتدائي، السابعة والثامنة ديال الإعدادي، والسانكيام ديال الثانوي، شنو غادي يتم الاعتماد في النجاح؟ لأن غادي يتم اعتماد نقاط المراقبة المستمرة والفروض المنجزة حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أي 14 مارس 2020، يعني الفترة ما قبل بداية الحجر الصحي. فهم يعني باش ينجحوا هاد الناس ديال المستويات غير الإشهادية فقط غادي يعتمدوا على المراقبة المستمرة والفروض، يعني مثلا المراقبة المستمرة للدورة الأولى والفروض مثلا اللي يجزوها في الدورة الثانية. كاين الناس ديال الإعدادي دوزوا الفرض الأول، حتى هو غادي يتحسب في النقطة. فهم يعني فقط المنجزة حضوريا قبل تاريخ تعليق الدراسة. فهم دابا بالنسبة للمستويات الإشهادية، يعني السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، اعتماد نقطة المراقبة المستمرة، يعني النقطة ديال الدورة الأولى، والفروض المنجزة حضوريا إذا كانوا دوزوا شي فرض في الدورة الثانية، بالإضافة للامتحان الموحد المحلي للدورة الأولى، يعني غادي يزيدوا حتى الامتحان المحلي الدورة الأولى. دونك غادي يحسبوا المراقبة المستمرة والفروض اللي داروها في الدورة الثانية، وكذلك الامتحان الموحد المحلي ديال الدورة الأولى. قلنا الامتحان بالنسبة للسادس ابتدائي والثالثة إعدادي ديال آخر السنة راه تم إلغائه. الآن بالنسبة للمستويين الإشهاديين الأولى باك والثانية باك، التيري الأول اعتماد نقط المراقبة المستمرة والفروض المنجزة حضوريا، هذه كما باقي المستويات، بالإضافة للامتحان الموحد الذي سينجز في يوليوز 2020 بالنسبة للثانية بكالوريا. كنتكلموا على ثانية بكالوريا، زائد طبيعة الحال النقطة ديال الجهوي. التيري الثانية اعتماد نقاط المراقبة المستمرة والفروض المنجزة حضوريا لإقرار النجاح بالنسبة للأولى بكالوريا. بالنسبة للأولى بكالوريا غادي يعتمدوا فقط على المراقبة المستمرة والفروض المنجزة حضوريا. كباقي المستويات احنا عارفين بأن هاد الناس متابعين بالامتحان الجهوي، ولكن الامتحان الجهوي كما كنعرفوا بأنه ما عندوش دخل بالنجاح أم لا. فهم يعني النجاح مرتبط بالمراقبة المستمرة والفروض. بالنسبة لهذه الفقرة، مجموعة من التساؤلات كتروج في المواقع ديال التواصل الاجتماعي حول عتبة النجاح، وكاين الناس اللي كيقول لك مثلا انا عندي 9.50 واش عن النجاح، اللي كيقول لك انا عندي 4 واش غادي ننجح. المهم بزاف ديال التساؤلات الإجابة ديالهم ممكن تكون من الاحتمالات هادو،
تخفيض عتبة النجاح للمرور للمستوى الموالي واعتماد النسب المئوية. كيف ذلك؟ بالنسبة لتخفيض عتبة النجاح، دونك هذا الأمر هذا مرتبط بالمجالس التعليمية ديال المؤسسة، فهم يعني المؤسسات ديال كل جهة يقدر يحدوا مثلا واحد العتبة النجاح اللي غادي يمروا بها التلاميذ من مستوى لآخر. ممكن تكون 4.5 هذا العام، ممكن تكون 5، ممكن على حسب الجهات. التيري الثانية، اعتماد النسب المئوية. كيف ذلك؟ مثلا هذا العام بغينا في المدرسة الفلانية ينجحوا لنا مثلا في المستوى الخامس 80%، دونك غادي نحسبوا 80% اعتمادا على النقاط الدورة الأولى والفروض المنجزة حضوريا في الدورة الثانية، وما بعد 80% ما غاديش ينجحوا. مفهوم؟ دونك هذه هي المعنى ديال النسب المئوي. إذا في الأخير أتمنى لكم النجاح والسداد. كنتمنى أنكم تساندوا القناة بالضغط على زر الاشتراك وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.